وكذلك الاجراءات ذات الاولويه التي اطلقت دينامية واعده واخرى اثارت نقاشات وجدلا واسعا، كما سنعرج على اهم الإكرهات والتحديات المطروحه في سياق تداعية الجائحه وفي ظل انتظارات كثيره وملحه للمواطن المغربي، اما ابرز المحاور فمعك عبد الله. شكرا لك سياسي، اذا في هذا المساء ولما ما يناهي الساعه من الزمن، سنناقش مجموعه من المحاور والقضايا التي تهم الراي العام الوطني، المحور الأول سيكون مخصصا للرجوع ل يوم الأولى من الحكومة، مجموعة من القضايا والنقاشات التي عرفتها هذه الفترة ومن أهمها ربما تبير جائحة الكوفيد-19 وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. المحور الثاني سيكون مخصصا للحديث عن الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها الحكومة أو تنوي إطلاقها، والمحور الثالث سنتطرق فيه لمجموعة من القضايا السياسية المتعلقة بالأغلبية الحكومية المعارضة وقضايا أخرى عبد الله قبل ما نباشروا نقاشنا بغينا تفاعل سريع من سيد رئيس الحكومه مع تاهل المنتخب الوطني وحجزه لبطاقه العبور نحو ثمن النهائي لكاس افريقيا للامم نخرجوك سيد رئيس الحكومه من عباءه رئاسه الحكومه ولو للحظات كنعرفوا انكم مارسوا كره القدم فالشباب ديالكم مع احدى الفرق بالدار البيضاء وبحكم الدرايه ديالكم باللعبه واش تكون هذه الدوره هي سنه استثنائيه للكره المغربيه وسنه التتويج وتألق بعد طول انتظار. هو اذا سمحتي يمكن نقول بان المنتخب المغربي يعني فيه مكون من شباب اللي هما عندهم كفاءات وديبغي سبورتيف وكيظهر لي بانه جميع الحظوظ معاه. كرة القدم بصفة عامة هي بخير يعني رغم غياب الجمهور واحد العدد ديال المشاكل اللي كاينة ولكن الحمد لله انه عندنا فريق فيه شباب مستوى كبير عندنا مدرب كذلك له امتيازاته وعندنا رئيس ديال الجامعة اللي كيقود يعني هذه يعني هذه المنظومة كلها بشكل جدي ف هني للفريق ديالنا بالتاهل ديالو يستاهل هذا التاهل دخل في الماتشات بشويه بشويه ولكن كيظهر بانه الحمد لله كاين يعني كاين واحد لي سبري دي كيب وكين وكاين واحد يعني لي زان حتى هما اللي هما في المستوى ما نعملوش عليه لا بريسيون اكثر من من اللازم باش نخلوه يعطي الاداء دياله في احسن تمييز ان شاء الله في المستقبل اذا كاملين كنتمنوا حظ موفق لاسود الاطلس في الادوار المقبله ونبداو اللحظه السيد رئيس الحكومه المحور الاول من تقييم محطات 100 يوم من عمر الحكومه لو طلبنا منكم سيد رئيس الحكومه عنوان بارز ل يوم من عمر الحكومه شنو العنوان اللي تختاروا ربما شعار المرحله الاولى آه، يمكنني نقول لكم آه شعار هو إشارة واضحة للالتزامات للوفاء بالالتزامات يعني أنه قبل ما ندخلوا يعني قبل ما ندخلوا الحملة الانتخابية الفرق ديال الأغلبية يعني الأحزاب ديال الأغلبية كلها جابت برنامج وخذت التزامات اللي وهذا كان متميز يعني من خلال هذه الانتخابات اللي فاتوا أنه الناس تابعت بدقة يعني نقطة بنقطة يعني البرامج وحنا اليوم الحمد لله جينا في هذه ال 100 يوم انه جميع التدابير اللي خدينا ولا اللي بدينا كان يعني كنشتغلوا فيها ما هي الا اشاره انه سوف تكون حكومه تلتزم يعني وتكون وفيه بالتزام ديالها. اذا السي عزيز اخ نوش رجع ال 100 يوم الاولى من الحكومه كانت هناك عده تساؤلات وانتقادات حول ضعف تواصل الحكومة البعض كان يسأل عن غيابكم كرئيس للحكومة غياب العديد من الوزراء اللي ما كانوش كيتواصلوا أو لا يتواصلون إلا نادرا طبعا الحمد لله حاضرين معنا اليوم كنشكركم القبول الدعوه والحضور ديالكم معنا اليوم ولكن كيفاش كتفسر هذا الغياب هذا ربما وهذا الاحتشام اللي كان عندكم ديال الحكومه باجمعها وربما حتى رئيس حكومه في هذه هاد الفتره هذه ديال 100 يوم لا هو ماشي احتشام اولا بعد خصنا نشوفوا يعني الكونتكس اولا هذا المسلسل الانتخابي راه هو فريد من نوعه اللي داز فيه داز فيه المملكه المغربيه لانه دوزنا اول خطا يعني في التاريخ ديال البلاد ديالنا دوزنا المسلسل الانتخابي من الغرف المهنيه حتى وصلنا للبرلمان حتى التشكيله ديال الحكومه وهذا الشيء في ظرف بعض الاشهر وخدمنا واحد الجهد اللي هو كبير ثانيا آه حاولنا نشتغلوا باش ما يكونش الهدر الزمني فمشينا بسرعه لانه من بعد تعييني من عند من طرف صاحب جلاله الله ينصره يعني من بعد انتخابات يوم 10 سبتمبر كان عندنا وقت وجيز باش نوجدوا البرنامج نوجدوا الحكومه يتعين الحكومه من طرف صاحب جلاله باش باش نمشيو نطلبوا لو فوت دو ديال البرلمان باش نقدموا البرنامج ديالنا باش يكون لا في نص هذا الشيء كله تقريبا بدا في الظرف ديال ديال شهرين ولات العجله انه خدامه وغدا للامام التواصل آه تواصل انا عملت تقريبا واحد كان 14 ولا 15 مجلس حكومي وكانوا تقريبا 22 جلسه يعني ديال الاسئله الشفويه ديال ديال الوزراء من بعد ديال اللجان ديال الاستثمارات كانوا اجتماعات يعني مش بعض المرات البرلمان كذلك فكل هذه كانت مناسبه اننا ناخذ الكلمه انا كيظهر لي باش نجاوبك على السؤال ديالك اللي كي يهم من المغاربة انه كاين انتظارات اللي هي كبيرة لان جينا بوعود انتخابية وبرامج اللي هي يعني ابارمون يعني بغاها بغا بغاها المواطن فلهذا كان تصويت لصالح هذه الاغلبيه فهذه الانتظارات هي قويه والناس راه بغات تشوف النتائج في اقرب الوقت اكثر ما تشوف رئيس الحكومه طرف وال... حكوميه تتبنى العمل اكثر من الكلام هي انا متفق معك لان هذا هو النقطه اللي كنت غادي نجي لها بانه احنا احنا الناس نهار اللي اللي جابونا في التصويت وصوتوا علينا وعطونا هذه المرتبه راه عارفين على من صوتو وعارفين الكيفيه كيفاش كنشتغلوا بانه ما بزاف ما بزاف ولكن كنشتغلوا اكثر أكتر فممكن شيء من بعد الانتخابات ومن بعد ما يعني خدينا المسؤوليه نبدلو الوجه ديالنا حنا غادي نبقاو هكذا كاين الاشتغال وكاين يعني آه الاعلام اللي غادي نتوجهوا ليه الوقت ما الضرورة باش نشرحوا وباش نشرحوا للمواطن اشنو هما لي ميزيور اللي, اللي كناخذوا ونشرحوا حتى لما ما توفقناش غادي نشرحوا للمواطن وغادي تكون واحد يعني لا ترونسبارونس مع المواطن باش تمشي ليه المعلومه. نبقى معك سعيد اخ نوش في هذه يوم الاولى والبدايات ديال الحكومه ربما كان هناك واحد التعثر في البدايات ديال الحكومه يعني بحال ناخذ مثلا المصطلح كيستخدم في, الرياضه كان فو يعني بانه كان تغيير ديال وزير الصحه وزير الصحه يعني في طرف اسبوع كان ايضا هناك نقاش كبير حول الزاميه الجواز الصحي وبان الناس كانوا رافضين لهذه الإلزامية هذه كان ايضا النقاش اللي كان حول اعطاء بعض المهام لدول القربى سواء كان ذلك في الحكومه او في بعض المجالس المنتخبه واش هذا هذا ما خلقش واحد النوع ديال التشويش على صوره الحكومه في هذيك البدايات ديالها في الايام الاولى ديالها لا اولا هذاك تشويش انا انا كنعتبره تشويش كاين أه انه يكونوا يعني بعد الخروج ديال المواطنين ما متفقينش على واحد القرار ديال الحكومه ولا هذا هذا شيء طبيعي هذا الشيء وقع في العالم كله في الدول الكبرى كلها بانه كاين اللي بغى الباس فاكسينال وكاين اللي ما بغاش وهذا ولكن الحكومه عندها واحد التوجه ديالها اللي خدته اللي بقات فيه ومن حق الناس اللي 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 ما بغاش تقول بان ما بغيتوش ولكن في الاخير يجب يعني تطبيق ديال ديال القانون اللي كتجي الحكومه مسائل اخرى كاين بزاف ديال تشويش يعني أنه واحد ملي كيقولوا واحد السيده هي لا ديال ديال الرباط وشغلات راجلها لانه محامي شغلات راجلها محامي في واحد المساله اللي هي شخصيه كتهم انتخابات ولا تهم يعني سميتو كاين ممكن اللي هو جوج من الحزب ديالكم التجمع الوطني الاخر هي أحل. هي م. ولكن هي هو جا دافع عليها في من افير بيرسونيل ديالها ماشي ديال ماشي, ماشي خدا موندا من عند من, من عند لاكومين آه مسائل اخرى ما كيضر لي انه آه انه شي عادي وخا وهذا الشيء كيبين انه يمكن لنا طو... يعني لا ريياكتيفيتي تكون مم. مم. يعني تكون بصغه انه بلي كنشوفوا بأنه من بعد واحد الاسبوع ولا 10 ايام حتى السيدة الوزيرة شافت بان كاين الضغط وبان مدينة الدار البيضاء لها مشاكلها وداكشي لأنه يعني كان خصنا يكون البديل والبديل كان في ظروف في اللي هي مهمة واش من بعد 100 يوم رئيس الحكومة راضي على اداء الفريق الحكومي؟ اولا انا يمكن نقول لكم بان فريق حكومي خدينا شوية ديال الوقت باش نلقاو يعني الكفاءات ولكن كاين كفاءات اللي هي كبرى كاين اجتهاد كاين عمل وكاين يعني واحد واحد الجديه يعني في في لي دوسي والناس باغات باغا تخدم باغا ديليفري يعني لي بودو ديالها وحنا كنشوفوا بانه عندنا نقاشات جد مهمه جد شفافه ومعقوله داخل الميم حتى المجلس الحكومي وكنحاولوا انه داخل الفريق باش يكون واحد الفريق اللي هو منسجم والحمد لله لحد الساعه انه الكيفيه باش غاديين كيظهر بانه يمكن آه لي بانه انا مرتاح باش نشتغل مع الفريق سيد رئيس الحكومة تدبيركم الحكومي ياتي في سياق استثنائي لجائحة فرضت القوانين ديالها، فرضت التحديات ديالها. الآن أوميكرون كتسح العالم، المغرب لم يكن بمنأى عن هذه الموجة الجديدة للإنتشار الجماعي لأوميكرون. السؤال يعني أنتم الآن منكبون على دراسة المؤشرات للتعامل مع هذه الوضعية، كيف تقيمون خصوصية دقه هذه المرحله والى اي حد حضر منطق الاستباقيه في التعامل معها خلال هذه المئه يوم من عمر الحكومه هو هذا يعني لا علاقة له مع 100 يوم ديال الحكومة لأنه صاحب جلالة من هالول الأول الله ينصرو باشر يعني هذه الإشكالية ديال ديال الصحة وديال لابونديمي ومن نهار الأول كاينة الإستباقية وكاينة الحفاظ على رأس المال البشري هي الأولوية من الأولويات والدليل على هذا أنه إلا احنا داخلين يعني في الموجة الثالثة ديال ديال لابونديمي دول أخرى وصلت الخمسة، إذا مشاو زعما يعني كان واحد الاقتصاد ديال جوج موجات بالنسبة بالنسبة للمواطنين وهذا هناك دروس مستخلصة يعني في إيه. طريقة التدريب هذا يعني أنه الاستباقية دائما كاينة وكاين الدروس المستخلصة شنو هي أنه الناس اللي كتعمل لي فاكسان ديالها باش نتكلموا بكل صراحة اليوم، الناس اللي عاملين ثلاثة ديال لي فاكسان بلي كيمسهم أوميكرون راه كيكون مرتاحين <applause> كيجيهم بحالو بحال اوي من نورمال اللي ما عندوش لي فاكسان راه كيتعذب فلهذا هذيك المناعه اللي بغيناها تكون عند الناس كيظهر لي بانه ل... 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 يعني الجرعه الاولى وصلنا تقريبا لاكثر من 80% ديال المواطنين اللي هما خصهم تكون عندهم سميتو لان نحيدوا داك الشباب اللي اللي ما كاينش شيء الثانيه قربنا ل 80% ولكن الثالثه باقيين في 22% 24% هذا شيء قليل فلهذا يعني يجب ان المواطن يعني انه جميع المسؤولين وحنا في هذه الطاوله كنا عاملين الثلاثه ديال 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 الجرعات وبانه جميع المسؤولين يعني عاملينهم وبانه الحمد لله انا شفت في العائلات واحد العدد ديال الناس اللي تمسوا ما وقع لهم حتى شي حاجه لانه كاين يعني الجوع وحنا اش بغينا بغينا الصحه ديال المواطنين وبغينا باش هذوك المستشفيات ما يكونش عندهم الضغط فلهذا هذا الواجب ولا بد كذلك من التدابير الاحترازيه انه نبقاو مداومين فيها في يعني في, في الشهور المقبله ان شاء الله الوضعيه الوبائيه السيد رئيس الحكومة مفتوحه على كل الاحتمالات والمواطنون يتساءلون هل ستتجه الحكومه نحو المزيد من التشديد في اطار التفاعل مع الوضعيه الوبائيه انا انا كيظهر لي اي دار اليوم دقيتي عليها غادي تلقى كاين يعني كاين كاين لي زعما لي انتشر وكيظهر لي بانه اللي كنتكلم على الحريات اليوم ما كاينش واحد القيود اللي هي كبيره يعني المغرب بالاساس كياكد على لا بالاساس على لا لانه القيود اليوم ما كاينش يعني منوع ليبرتي دي سيركيلي في الليل ما كاينش يعني ولكن كاين تطبيق اللي بدا في الاداره اللي كاين في الادارات وكاين كذلك في بعض يعني المحلات يعني الاقتصاديه وداك الشيء وفي الشركات اللي ما عندوش الباس ما يمكنش يدخل لان يعني هذا الشيء فيه الصحه للجميع في هذا خصوص هذه النقطه وجهت لكم انتقادات السيد رئيس الحكومه بخصوص يعني طريقه تواصلكم للشرح اهميه جواز التلقيح وحيثيات هذا القرار هذا كان من يعني كيظهر بأنه السيد وزير الصحه لعب الدور ديالو يعني لا هو ولا اللجنه العلميه باش يعني يكونوا المعلومات عند المواطنين وكاين إش وصلات اشاريه وحنا موجودين وقلتها في المجلس الحكومه ويعني في الوقت ما كان عندنا الامكانيات لا في البرلمان وهذا كنوصلوها للمواطنين وكنعاود نقول اليوم بانه المواطن يعني خاصو إيه اللي باقي ما عملش تلقيح يعمل التلقيح لان هذا الشيء في الصالح ديال البلاد وفي الصالح ديالو وديال عائلته. اخ يعني في دجنبر الماضي قررت الحكومه والسلطات المغربيه اغلاق الحدود. مع الخارج هذا القرار اللي تم التمديد ديالو الى نهايه هذا الشهر هذا يعني 31 يونيو هذا القرار ربما كان واحد النوع مفهوم في البدايه ديالو ما هذاك المتحول الجديد اوميكرون ما عارفينوش كان خصنا باننا نعرفوه الان مجموعه الدول ايضا غلقت الحدود ديالها مثلا اليابان اسرائيل مجموعه الدول غلقت الحدود ديالها الان هذا القرار هذا ربما اصبح غير مفهوما للكثيرين يعني ما كاينش كيقول بانه ما كاينش ضروره ليه الاستمرار ليه حتى عند المختصين حاليا الحدود مغلقة ولكن الأوميكرون موجود وبأنه هو الآن 90% تقريبا من الحالات المصابين فهم مصابين بالأوميكرون واش ماشي بالغنى في هذا الإجراء هذا ديال الإغلاق ديال دي الحدود وما كاينش واحد التفكير ربما في التخفيف من أو التراجع عنها قبل نهاية الشهر هو إغلاق ديال الحدود هو كان قرار صائب فوقته لأنه ما كنش شي معرفة كبيرة ديال المتحور ديال الأوميكرون ما عرفتيش اش يجيب من مصائب وحنا كنعرفوا يعني آه العرض الصحي اللي عندنا في, بلادنا خصوصا انه سريع انتشار وسريع انتشار, انتشار وما عرفناش ديك الساعه الوقت ديالو اش غادي يمكن يجي لربح الوقت اللي ربح الوقت اليوم مم. الحمد لله كيظهر لانه انه ما كيأثرش يعني بزاف على على وبانه اليوم دخل بصفه كبيره يعني داخل داخل الوطن ديالنا وكيبقى الاشكاليه ديال ديال الحدود اللي كانت يعني مفهومه ايفيكتيفمون الناس الان كلها تطرح بعض الاسئله ولكن احنا كحكومه حتى اه احنا كنطرحوا نفس الاسئله ولكن كاين وانا كاين واحد اللجنه علميه كاين اللجنه وزاريه اللي هي تاخذ القرار اللي انا ملزم به كرئيس الحكومه باش نطبقه ونمشي معاه يعني بدون بدون تفسير ولكن ضمن اه ده 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 يعني المقاربه المغربيه المبنيه على المعطيات العلميه اي لانه هما 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 ادرى يعني بما يقع هما اللي كيعطيو التوجهات العلميه حنا غادي نمشيو معاهم في هذيك ولكن حنا كحكومه وسي كنقولوا بانه فعلا القطاع السياحي يعني مقصح ومقصح بزاف وكاين اشكاليات ولا انا اللي عارف دابا انه هذا هذا الموضوع هو فوق الطاوله وفيه دراسه وكنتمنى انه يعني نكون يعني اوبتيميست بالنسبه ل... يعني واحد التفاؤل في هذه القضيه انا انه نكون متفائل يعني في الاسابيع المقبله على اي الحدود ما يمكنش تبقى دائما مسدوده واحد الوقت تحل نتمنى والله الله تكون في اقرب الاوقات كرئيس حكومه نعم هذا الموقف ديالكم كرئيس حكومه انا قلت لك موقفي انني نطبق القانون ولكن موقفي أو هو متمنياتي انه ان شاء الله يعني تنفرج شويه على الناس ديال السواح. الصباح في نفس يعني. الاطار السيد رئيس الحكومه مجموعه من المغاربه بقاو عالقين في الخارج وكينتظروا شنو هي التدابير السعجالية اللي ربما تاخذها الحكومه من اجل العوده ديالهم الى ارض الوطن وبعد الحكومه عملت واحد العدد ديال التدابير باش يعني فتحات الامكانيات باش يرجعوا ديال الناس اللي كانوا مشاو هادو كلهم يعني اللي كانوا مشاو فلو تيرم مشاو يقضيو غراضهم باش يعاودوا يرجعوا الناس اللي عايشين في الخارج واللي هذا واللي باغيين يرجعوا كيظهر لي بانه الاشكاليه هي مطوحه حنا نشوفه بعدا اش غادي يوقع يعني في هذه يعني الاسابيع المقبله ان شاء الله بالنسبه لهذه القرار ديال فتح الحدود واللي ما يمكن يتخذ حتى تقريبا لاخر لحظه باش تشوف الحاله الوبائيه ديال البلاد كيفاش عامله. سي عزيز اخ نوش مادام تكلمتي على من بين القطاعات الاكثر تضررا من اغلاق الحدود فهناك القطاع ديال السياحه يعني بان كنعرفوا بان تقريبا اكثر من مليوني شخص في المغرب يشتغلون في قطاع السياحه يعني بطريقه مباشره او غير مباشره الان كنشوفوا مشاهد ديال الفنادق تقفل كنشوفوا بانه ناس مهددين بالافلاس شركات مهدده بالافلاس الاجراءات اللي خدتها الحكومه من اجل وقايه من متحول اوميكرون صعبات ايضا الامور على هاد الناس ديال السياحه اذا ما هما الاقتراحات العمليه حقيقيه اللي غتقوم بها الحكومه يعني من اجل انقاذ هذا القطاع اللي كيخترق الان حاليا. علما بانه تم واحد ال... كان واحد المخطط استعجالي موجه لقطاع السياحه اللي كنتوا قمتم به. لا قمنا بواحد يعني ل... الان ل... قايمين بواحد ل... واحد المخطط اللي هو استعجالي اللي هو مهم اللي اولا غادي ناخذوا لي سالير ديال ديال واحد دي العدد ال... ديال اللي مشغلين في هذا القطاع. ثانيا غادي نخلصوا الناس الضرائب ديالهم المحليه لان هذا السيد ما خدامش وكيخلص لي تاكس دو ديفيون تاكس اللي عنده شفنا مع الابناك الامكانيه بانه هذاك الشيء اللي كان لي كريدي اللي خداو خصهم يبداو يخلصوه بانه يمشي ويصيفطوا على واحد العام ولا عامين التاجيل ديالو خدينا هذاك الشيء ديالو ديال لي زانتيري خداتو الدوله على عاتقها وزياده على هذا آه كذلك لا بانه باش تعطل وزياده على هذا عملنا مليار ديال تهم آه باش باش يقدروا يستعملوها الناس اللي هما في القطاع ديال السياحه باش يديروا لا يعني التأهيل. التاهيل ديال الفنادق ديالهم لانه واحد الوقت ان شاء الله يكون في ويكون هذا والسياحه خصنا نكونوا واجدين ماشي الناس تدي لوطيلات ديالهم وسدين هذا وما كاين لا صباغه خصهم يتحركوا خصهم يخدموا خصهم يكونوا واجدين ويمشيو معنا في واحد واحد المنحة اللي هو ايجابي ما دام حنا كنعطيو هذا الميساج بانه صلحوا الفنادق دي ديالكم باش تفتحوا ما إيه الا وان حنا في واحد المنحة اللي هو ايجابي اللي كنتمناو انه الخير والخير ان شاء الله انا انا رغم هذا الشيء كله اللي هو بجوج المليار ديال الدرهم واللي خديناه في الميزانيه ديال الدوله في ضوء في اللي هي اللي هي صعبه انا عارف بانه مول 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 الفندق هو اللي كيهمو هو يخدم بما انه يكونوا السواح يجوا من الخارج هذا واخا يتصلح واخا هذا ما كاين على و... خير نتمنوا الله خير كنبقى متفائل ان شاء الله ب... ارتباطا السيد رئيس الحكومه بالقدره الشرائيه للدرات بسبب جائحه كوفيد 19 يعني مجموعه من المواد الاستهلاكيه وكذلك المواد الطاقية شهدت واحد المجموعة من الارتفاعات المعارضة انتقدت ما أسمته بعدم تفاعلكم مع غلاء الأسعار بالرغم من تخصيص الحكومة ل 16 مليار في ميزانية قانون المالية للمواد المدعمة شنو تعليقكم؟ 17 مليار 17 مليار أولا أه يعني تضخم في البلاد ديالنا في هذه السنة اللي فات 1.8 والسنة ديال 2022 للتريفزيون هما 1.8% الوقت اللي امريكا فيها 7% الوقت اللي اسبانيا فيها 6.7% والوقت اللي تركيا فيها 35% فهو يعني تضخم يعني كاين شويه قليل ولكن متحكم فيه ثانيا اشنو هما المواد؟ دابا كاين واحد المواد اللي كيستهلكها المواطن ديالنا واللي هي جد مهمه ولكن اللي الحمد لله هي سميتو جميع الخضر جميع الفواكه اللحوم بانواعها اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء الدقيق هذا داك الشيء كله يعني الاثمنه هي مستقره الو اشنو هو اللي طالع طالع لانه الان طالع ايفيكتيفمون طالع البيترون راه حنا وصلنا للسقف ديال 87 88 دولار يعني للباريل آه كاين المواد المنتوجه المواد الاوليه اللي كتدخل في المنتوجات تاع هي يعني كتطلع ولكن هذا الشيء ضوفي ضوفي لانه علاش كاين هذا الشيء اما واحد العدد ديال المصانع ب اكوز دو الكوفيد آه آه كيكونوا مقفولين ولا لي شان فابريكاسيون ديالهم ما خدامينش فلهذا لوفا كتنقص يعني العرض كينقص وملي كتعاود تحل وما كيبقاش عندهم لا يعني لا البيك كيولي عاوتاني الطلب كثير لان الناس ما خداوش داكشي اللي كاين كلشي كيطلب دونك باقي حنا في واحد عدم تنظيم واحد لا ديغيغولاسيون اللي كاينه في السيستم ديال لابوفيزيونمون في العالمي في لاشين العالمي اللي نتمنوا انه يعني في مارس ابريل ان الامور تستقر اكثر لانه دابا هذا دي البيك ديال فواحد العدد ديال الدول راه راه وصل بدا كيهبط وحتى حنا عندنا هاد الاسابيع المقبله راه صعيبه شويه لان هي اللي فيها لو بيك ديال ديال المتحول اوميكو ونتمنى الله انه من بعد انه الأمور يعني يعني تستقر ولكن الدوله عامله الواجب ديالها قلت لك 17 مليار ديال الدرهم اللي عامله يعني في المقاصه الغاز الثمن ديالو ما تحركش راه يمكن لو كنت تطلق الثمن ديال الغاز خمسه المرات ولا سته من الثمنات ديال البوطه اللي غادي تكون السكر الثمن ديالو ما تحركش القمح القمح هذاك لا لا فارين هذا حتى هي مدعمه اليوم والدوله كتعطيها باش ما يطلعش الثمن ديال الخبزه هذيك ديال ديال الخبزه ما تطلعش وتبقى في المستوى ديالها يعني واحد العدد ديال لي ماتيير اللي, ماتي اللي هما كيستهلكهم المنتج الى حيتي في المواد الفلاحيه اللي طلبت من اللي قلت لك اللحوم الخضر الفواكه هذا اش بقى بقى الزيت اللي هو مرتبط يعني بالاثمنه العالميه اللي هو ماشي دابا عاد بدا يعني من 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 ابريل اللي فات هو فيه لي هذا يجرنا للتساؤل هل سيتم ارجاء خطوه اصلاح صندوق المقاصه؟ بالنظر لانه يعني القدره الشرائيه لشريحه عريضه من المواطنين تاثرت انا اللي نقول لك اليوم بانه القدره الشرائيه يعني تقاست والحمد لله ان كاين هذا الصندوق اللي هنا كيعاون في واحد الاثمنه اللي هي مهمه دونك النهار اللي غادي يجي وقت يعني انه خص تكون واحد اعاده الهيكله وداك الشيء عاد تكلموا عليه اما اليوم باش نبقاو مع المواطنين كلاير بانه الاثمنه غير في محلها وبانه لانفلاسيون 1.8% كاين بعد الكرا كذلك ولا البني ما كاينش يعني الماتير ماتيير بروميير ديال البني طالعه ولكن يعني البيع دي اذا لم يتم, يتم البدء في اعداد تصور لاصلاح صندوق المقاصه ولا في التوجهات الاجتماعيه لا يمكن, يمكن ان اتكلم على مبدا في هذا في هذه الظروف يعني خصنا نكونوا يعني مرتاحين باش نتكلموا على هذا اليوم ما مرتاحينش لانه ظروف يعني غير عاديه ديال لا بونديمي اللي خلات ان الاثمنه انا عطيتك بعض <محن> لي شيفر تتفع عالميا إذا غنمشي معك سي لمحور آخر وهو المحور ديال الأوراش اللي الحكومة أو تنوي إطلاقها أو اللي مستمر فيها يعني من الأوراش المهمة اللي هي فعلا بدون مبالغة هي واحد النقلة اجتماعية مهمة ليه. ربما قد نقول بأنها ثورة اجتماعية وهي التي أطلقها الملك محمد السادس قضية الحماية الاجتماعية اللي غتمكن 30 مليون مغربي من التمتع بالتامين الصحي الاجباري من التقاعد التعويضات العائليه السؤال الان هي فين وصل هذا الورش هذا شنو هي الجدول ديالو وامتى المغاربه يقدروا يستافدوا منه بشكل تام يعني 3 مليون ديال المغاربه يستافد منه بشكل تام اولا آه الحمد لله ب بي يعني بفضل الرؤيه الواضحه ديال صاحب الجلاله لكن هذه البرامج اللي هي اجتماعيه وهي ماشي ديال اليوم ها رجع لها 20 عام وهي وهي جايه راه بدات آه كاين الراميد كاين الفوارق الاجتماعيه كاين الاندراج كاين واحد العدد ديال المشاريع اللي عمل صاحب الجلاله اللي هما دائما لصالح المواطنين في المسائل ديال ديال ما ما نسميه بالدوله الاجتماعيه آه اليوم جا جا مع يعني هذا اللي وقع اللي هو يعني لا بونديمي والهشاشه في العمل وهذا اللي جاب فيه صاحب الجلالة هو اللي جد مهم اللي هو الواش الاجتماعي وديال الحمايه الاجتماعيه يعني واش ملكي ثابت كبير آه اللي 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 عطاه انطلاقه واللي جينا حنا اليوم باش نديو التنزيل ديالو التنزيل ديالو ماشي شيء سهل هو شيء صعب لأنه نهار اللي بدينا كنشوفوا هاد لي دوسي لقينا بانه فعلا يعني كاين بعض لي تاكس اللي دازو ولكن باش تمشي تقلب على هادوك الناس مم. كي فون كونتريبيو سير قلب عليهم 11 مليون اللي خصنا ندخلو فلاحه يعني التجار مم. الصناع الصناع صراحة. التقليديين مولين التاكسيات الطباء لي نوتير لهذا لهذا كاع يعني المهن الحره وهذا هذا كله هذو كلهم ما كانوش داخلين ولكن باش يدخلوا انا نعطيك با اكزومبل دابا الفلاح م. كيفاش غادي كوتيزي كيفاش غادي يعمل غادي يساهم في هذه واش الفلاحه ماشي بحال بحال كاين الفلاح اللي عنده مدخول كبير وكاين الفلاح المتوسط وكاين هذاك يعني اللي هو عنده هيرعي مسكين وهذا ما قادر شيء وكاين اللي في اللي كاين في بيريميتر آه ريغي في السقي وكاين اللي هو في البو كل واحد والمدخول ديالو فلهذا يعني هادشي الشيء فضا في هاد هاد الاشهر وهادشي الشيء يمكن نعموه على جميع يعني الشرائح ديال المجتمع اخويا اللي تكلمت عليها انه لقاو ليهم كل واحد كيفاش غادي كوتيزي وكيفاش غادي وبلي غادي تلقى ليه اتفق وتقول لها ملصق اش غادي يدير اش غيخلص اش كيفاش غادي يساهموا وهذا كيفاش غادي يساهموا وهذا وخصهم يكونوا عندهم نفس يعني ماشي غادي يتساهم وانت تاخذ حاجه وانت حاجه اخرى خصك تاخذ نفس يعني لي بريستاسيون يعني نفس الخدمات نفس الخدمات من بعد خص خصك تنظم الوزاره م. الوزاره خصها يكون عندها المديريات اللي يقدروا ياخذوا يعني هاد لي دوسي، خصك بعدا هي في يعني في لا ميسيون ديالها تعطيها باش تدير السوسيال هي ما كان دوك هذا التنزيل ديال 11 مليون، 11 مليون فيهم المساهمين ديريكت وفيهم يعني لي زيون دغوا. هاد 11 مليون باش تنزلهم واليوم نزلاتهم الحكومه في ضاف وجيز تقريبا 14 يعني مصوم اللي دوزنا في مجلس الحكومه وهذا كان كنظن بانه يعني شرف الحكومه ان تنزل مشروع كبير ديال صاحب جلاله م. والمرحله المقبله هي الناس ديال اللي ما عندهمش اللي غاميد حتى هما حنا كنشوفوا ولكن السعيد خنوش هذا الشيء هذا كامل بانه مزيان ولكن غيطرح واحد السؤال هو ديال التمويل ديال هذه الورشه هذا مثلا كنعرفوا بانه راه المزيد دكيك كل ما وسعتي هذاك الوعاء ديال الناس اللي غيستافدوا منه بطبيعه الحال كل ما التمويل غيكون كبير مثلا كنتكلموا على 51 مليار درهم سنويا اللي منها 23 مليار من الماليه العامه من غيتم تدبير ديال هاد الموارد هادو وحنا كنعرفوا بان الوضعيه الاقتصاديه الان حاليا فهي متازمه ومتميزه بهذا الاثار ديال الكوفيد، مني غتجيبوا هاد الاموال وهاد الموارد كامله من اجل التدبير ديال هاد الواشيطه؟ الضوابط الكفيله يعني بتحقيق هاد التوازنات الماليه من اجل ديمومه هذا المشروع <applause> شوف هذا يعني مشروع ملكي. اا آه ما فيهش هذا الشيء اللي تكلمت عليه الحمايه الاجتماعيه، آه فيه ليزينديتي اللي غيجيو للاطفال، فيه التقاعد التقاعد <applause> العائليه هادشي هذا كله كما قلتي 51 مليار ديال الدرهم 23 مليار ديال الدرهم اللي هي الميزانيه العامه الميزانيه العامه ولكن هادشي في افق 2026 يعني في اخر اخر المطاف يعني كيظهر لي بان الدوله في الامكانيات ديالها باش تفينوسي 23 مليار ديال الدرهم اولا كاينه لا كونتريبيسيون سوسيال المساهمه ديال الاجتماعيه الاجتماعيه اللي كيقوموا كي بها الشركات من بعد الياس اللي غادي تجي اليوم 7 مليار ولا 8 مليار ديال الدرهم كاين واحد العدد ديال يعني الصناديق اللي هي موجوده مشتته غادي تجمع باش يعني تمشي في هذا سميتو وكاين التنميه ان شاء الله كذلك ديال الموارد يعني ديال الخزينه اللي غادي تكون في المستقبل وغادي تخلينا انه نساهموا ما ما عندنا شك انه غادي يكون يعني شي شي ضغط ما ولكن تبقى تبقى ان هذه يعني اولويه من الاولويات طيب رئيس السيد رئيس الحكومه يعني في الشق المتعلق بالتغطيه الصحيه هناك تحدي وكيف يمكن تنزيل تغطيه صحيه شامله في غياب تاهيل عميق للمنظومه الصحيه هذا آه هذه نقطه مهمه وكبيره انا متفق معك دابا هانت عندك للناس بدأوا اليوم واحد العدد عشرات الالاف والمئات الالاف اللي بداو كيتقيدوا في لاسين اس وكيكون طبيب ولكن خصهم يمشيو اليوم القطاع الخاص قيم واحد الدور اللي هو كبير وهو مشكور واحد العدد ديال كلينيك اللي تفتحات واحد العدد ديال كلينيك اللي غادي تفتح وداك هذا كله ولكن هي منظومه واحده ديال الصحه فينا هو يعني الخدمات الصحيه ديال العموميه العموميه فهذا هو المشروع الكبير اللي حنا كنشتغلوا عليه الان عملنا عدد ديال الاجتماعات مع السيد الوزير ديال الصحه ومع كذلك وزاره الماليه باش نحاولوا وكذلك الوزاره ديال التعليم العالي لانه خصنا الطبا اللي غادي يدخلوا في, في, في المنظومه من بعد وحنا الان في في اطار البشرية. في اطار باش نوجدوا واحد ل يعني ل يعني واحد الاطار قانوني لهذه المنظومه الجديده ونحاولوا يعني نوضحوا شنو هو المسار شنو هو شنو هي الـ يعني الـ التنظيم الجهوي التنظيم ديال الوزاره كيفاش فهمتوا كيفاش حتى هما غادي يبداو يديروا لي سيرفيس وحتى هما يعملوا اطباء يعني تعطيهم الامكانيات انه ما يبقاش يشوفها في القطاع الخاص باش يمشي يكمل الخدمه ديالو يشوف القطاع العام دونك يكون عنده موارد ماليه يعني حسب لاكت ديالو حسب سميتو هادشي كله حنا كنشتغلوا فيه وما ما ما اشتغل وكذلك شونتي اللي هو كبير واحد الواش اللي هو كبير هو يعني ديجيتال ديال الرقمنه ديال وزاره الصحه لان من بعد يعني خصك دير لا فاكتور خصها تخرج عند لا يتخلص وكل حاجه الموارد غادي 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 تولي مؤسسه يعني تمويليه فهذا الشيء كله نشتغل عليه وعملنا عدد ديال الاجتماعات وكنتمنى على الله انه ان شاء الله ها نقدموا هذا الغوش عما قريب ل يعني ل يعني لصاحب الجلاله بلي تكون الامه واجده ان شاء الله. سيد رئيس الحكومه اهم ما ميز برنامجكم الحكومي هو مفهوم الدولة الاجتماعية تحدثنا عن الحماية الاجتماعية بغيناكم تقربوا المغاربة من شنو كتقصدوا من هذا المفهوم؟ أولا الدولة الاجتماعية هي ماشي جديدة يعني هي يعني يمكن نقول قرون ولكن نقول هذه العقود بعد اللي فات هذه جوج عقود تكلمت على يعني أنه صاحب جلالة عطيل. الدولة الاجتماعية واحد المكانة هي خاصة إذا حنا سميتو هذه الدولة الاجتماعية باش نسهل باش نسهل يعني فيها بزاف ديال الحوايج تكافو الفراص ولكن انا مشيت ثلاثه الحوايج الصحه بغا باغاو بغاو الصحه ليهم ولولادهم وبواتهم وجدودهم تكون في المستوى وما يتعذبش تكون عنده لاكارت وعنده يقدر يمشي هذاك اللي اللي اليوم اللي عنده لاكوفيرتيو يعني السوشيال الا كان في حاجه الماكينه ديال الدياليز اليوم غادي يخلص 17 درهم 17 17000 ريال إذا كان غادي يفتح ونفتحها ولا بد منها غا الدوله اللي كتخلصها يعني الدوله يعني التغطيه الاجتماعيه اللي كتخلص هذا الشيء شيء شي جد مهم يعني آه بالنسبه بالنسبه للمواطن دونك الصحه هي كيكشوز مهمه كذلك تكافؤ الفرص كاينه في الدراسه يعني في التعليم خصنا نعطيو كنعطيو يعني لولاد المغاربه نفس الفرص باش يقراو باش يتعلموا باش يوصلوا لواحد المستوى اللي هو كيولي مسؤول فيه ديك الساعه الفرص بقادين كل واحد وزهو كاين اللي يلقى خدمه مزيانه كاين اللي ما يلقاش كاين اللي يمشي للخارج كاين اللي يجلس هنا كاين اللي غادي يخدم مي سا سي المدرسه والتكوين هذا والنقطه التاليه الثالثه هي الشغل يعني احنا بالنسبه لي هاد يعني هاد ال هاد ال هاد ال هاد الركائز هي مهمة لأنه رأس المال رأس المال البشري هو ركيزة ديال الدولة الاجتماعية طيب شنو هي طبيعة, طبيعة التدابير التي تعكس هذا التوجه في قانون المال الحالي؟ أه أرقام كبيرة أرقام كبيرة أولا زدنا مثلا في القطاع ديال الصحة وديال أه القطاع ديال الصحة والقطاع ديال التعليم تسعود ديال ديال الدار. مشات مشات لواحد العدد ديال سميتو بحال مثلا اه دوك المستوصفات الصغار 1500 واحد اللي غادي يصلحوا 30 مستشفى يعني جهوي غادي يكون سي اش يو ديال الرباط كاين مشروع باش يكون شي سي اش ان شاء الله في الناحيه ديال ديال الراشيديه راه كاين نقاش عليه كذلك لان بغينا كل جهه يكون فيها يعني سي اش يو ديالها في المستقبل باش تكون امكانيات وهذه هذه الاولى عملنا 500 مليون ديال الدرهم المعوقين باش نسهلوا للموايا لي زاسوسياسيون باش يقدروا يشتغلوا عملنا آه كذلك بلي كتاخذ يعني الاجراء كله الاجراءات كله بما فيهم هذا شي لا كونساسيون هذا 34 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار اللي تعملت والشغل جبنا جوج برامج اللي هما جد مهمة البرنامج البرنامج ديال الاوغاش ولكن وقيلا نتكلموا على المحاور كامل مازال باقي مازال محاور اخرى نرجعوا الاوغاش وكذلك البرنامج ديال فوصا اللي هو حتى هو بالنسبه لسميتهم اذا أغ... مادام تكلمتي على قانون الماليه فطبيعه الحال انتم بنيتوا قانون الماليه على واحد المجموعه ديال الفرضيات من بين هذيك الفرضيه بان السنه الفلاحيه غتكون أه نوعا ما جيده ومحصول الحبوب في حدود 80 مليون أه قنطار الان حنا في منتصف شهر يناير التساقطات المطريه ضعيفه بشكل كبير السؤال اذا عنده علاقه بواحد القطاع اللي ربما كتعرفوا مزيان وجيدا فهو قطاع الفلاحه اللي كنت على الراس ديالو لمده سنوات يعني تقريبا 13 سنه وانت على الراس ديال هذا القطاع هذا اذا كيفاش تناوي التعامل مع هذا المعطى الحالي وسنه لا قدر الله بانها ضعيفه وهذيك الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه اللي ممكن تنجم على هاد ندره المياه وندره التساقطات يعني بان الفلاحين اللي غيضروا من الوضعيه الحاليه فعلا الا كانت هذه السنه ترضي بان السنه التساقطات فيها ضعيفه لان كنشاهدوا الان منتصف يناير والتساقطات ما زالت ضعيفه اولا اللي يمكن يقول هو هو فعلا انا متفق معك بان التساقطات لحد الساعه هي ضعيفه ونتمنى الله الخير ان شاء الله انه في الاسابيع المقبله يعني انه تكون امطار اللي يمكن تعتقل الوقت شويه لانه عندنا في بعض المناطق من قلتي من الضل البيضاء الفوق دل الشمال الشمال <applause> في شويه الامطار كاين كاين زعما باقي الخضويه وباقي لا فيجيتاسيون مزيانه وباقي الامكانيه انه اذا الشتاء الامور سميتو بعض المناطق اللي هي صعيبه بحال دوكالا مثلا اللي <applause> في البيريمتر ديالها ناقص الماء لان الباراج الفوق ما كاينش شايف سميتو ولا كذلك يعني في الناحيه ديال الشرقيه بخصوص في يعني في السفر العليا في هو هادو هادو كلهم سوف نواكب يعني هاد البرامج ان شاء الله في المستقبل حنا كنتمنوا الله انه تكون الامطار باش السنه تمشي على الاقل في السنه يعني حسنه ما نقولش جيده ولكن تكون حسنه الا جات في وقتها الا ما جاتش غادي يعاود يكون نقاش وغادي نشوفوا كيفاش غادي نشتغلوا ولكن آه المشكل ماشي اشكاليه ديال الصغيات لان الفلاحه ديالنا في اطار يعني التحول النوعي اللي عرفته ما بقاش آه يعني هذا آه الشيء ديال السيريال كيوزن الحبوب حبوب كيوزن بقوه بي على المنتوج الداخلي مم. ديال ديال الفلاحه اللي هو بالمناسبه هاد السنه هذه ارتفع ب 18% أه؟ ونا دي زيكسبورطاسيون ديال لي زغرمو ديال ديال ليفرو... لي فروي ب 15% ولي زغرم طالعين ب 34% دونك كاين الزيتون هنا ي... آه عندنا واحد ل... آه يعني الانتاج اللي طلعت تقريبا ب 19% وكذلك آه زي... 16% ديال الليمون فكاين انتاج هاد السنه وكاين اثمنه اللي هي مزيانه في الخارج وكاين الناس الفلاحه اللي هما مشتغلين مم. التخوف لي يعني آه السنه المقبله ما كاينش تخوف آه ديال ديال الخضره وديال الفواكه لانه هذوك كيمشيو البيغيمتريغي وكاين واحد البرنامج ديال التغطيه ديال الارض كيفاش كيكون باش كنعرفوا بانه كاين المنتوج باش يكونوا الاثمنه يعني آه يعني في متناول ديال ديال المواطنين الاشكاليه اللي هتكون هي ديال الحبوب في المستقبل وديال الاعانه ديال الماشيه كذلك وحنا كنتابعو عن كتاب والوقت اللي الوقت اللي نتمناو الله انه يكون الخير وكتعرف بانه هذا يعني القطاع الفلاحي و... والعالم القوي صاحب جلاله كيعطيه واحد بواحد الاهميه ومتبع وحنا في وقته غادي ان شاء الله كاين واحد الخوف ايضا دام تكلمنا عن الامطار وبسرعه لان ايضا الوقت كيداهمنا هو بانه كاين خوف من حاله المرور من ذاك الارهاق المائي من ستريس ايدريك الحاله ديال الندره يعني لا غاغتي لا ديال ديال المياه من 10 سنوات يعني كاين هذا السيناريو هذا اللي هو مطروح يعني بانه التصور ديالكم ما يعني تصور التصور ديالكم لعلاج هذا المشكل هذا يعني بان غدا بعد غدا لا قدر الله انطيحوا في هذاك المشكل ديال بانه المغربي ما يلقاش الماء كيفاش التصور ديالكم علاج هذا المشكل هذا سواء ديال الارهاق المائي او حاله الندره من هنا للمستقبل اولا يعني القطاع الفلاحي كيستهلك 85% في من الماء هادشي راسو مشروب وهاداك الشيء راسو عالمي دونك حتى الا ما كانش الفلاحه الماء غادي يكون ولكن واش اش غادي نديرو لهاد المواطنين وهاد الفلاحه اللي كي اللي كيخدموا كي في الباديه واللي كيشتغلوا كي وكذلك التكلفه واش اليوم مطيشه تقدر شي هبات الثمن اذا كتستوى دا ميمكنش فلهذا الحمد لله بو هادشي هادي 30 عام وانا كنسمع هادشي ديال هذا كيكون كيكون سنوات اللي هي صعيبه وكتكون سنوات اللي هي يعني اللي هي كتكون الحمد لله ربي كيجيب فيها الخير ولكن يعني البرنامج اللي ضروري يكون واحد بعد استشراف يعني لمعالجه هذه البرنامج اللي البرنامج اللي توقع امام صاحب الجلاله حتى 2027 اللي فيه تقريبا 12 مليار ديال 120 مليار ديال ديال الدرهم فيه الشق كل شق ديال الماء فيه لي فيه السقي فيه واحد العدد الامكانيات واللي وفيه كذلك يعني محطات ديال تحليه المياه التجربه ديال الشتوكه تجربه مهمه بالنسبه للفلاحه التجربه ديال الدار البيضاء اللي سي نزار بارك عطى الانطلاقه ديال ذاك لابيل دوفر ان شاء الله غادي تكون كذلك الماء الصالح الشرب الضال البيضاء وكذلك الفلاحه ولفات بانه غادي نستعملوا الضال البيضاء غادي ينقص لنا من الضغط ديال الماء على و... على مواد يعني مواد مربيع وهذا كله تحليه ديال المياه حتى هي من الحلول يعني المنهجيه في المستقبل ان شاء الله بقاو ايضا مع الشق الاجتماعي مكون رئيسي ايضا في نظام الحمايه الاجتماعيه اللي تحدثتوا عليه السيد رئيس الحكومه هو خدمات التقاعد اصلاح التقاعد بدا سنه 2004 تم تحقيق فقط اصلاحات طفيفه لتاجيل ربما الافلاس. شنو هي الاجراءات اللي كتنوي الحكومه اتخاذها لمعالجه تعدد النصوص القانونيه المؤطره لصناديق التقاعد واش عندكم خطه للاستدامه باش ما يبقاش مطروح هاجس الافلاس. دابا هذا هذا المخطط اللي كتكلم عليه حكومه كتخليه الحكومه ولكن دابا هذه اخر حكومه اللي غتخليه الجاية زعما الى الى عم. ما عالجناش في 2028 كاين ديفيسيت ديال هذا فلهذا يعني وزاره الماليه قايمه بواحد الواجب اليوم وهي وكذلك الاعانه ديال لاكابس وهذا كيشوفوا اشنو هما الاشكاليات اللي مطروحه وشنو هما الحلول المستقبليه لهاد لي كاس دو غوتريت اللي كاينين ان شاء الله باش غادي نواجهوهم يعني بكل شجاعة هما سجلوا معايا بأنه يعني حكومة تشتغل في ظروف اللي هي يعني صعيبة لا بونديمي <applause> كنحاولوا نحركوا لا كواسونس والتنمية في ظروف ديال التجارة العالمية اللي صعبة وعندنا مشاكل اللي هي خصنا نحلوا المشاكل ديال لا وخصنا كذلك ولكن هادشي كله هي باش نطمئن المواطنين راه ما خلعناش يعني كاين الجوءه وكاين لا كاباسيتي ديال باش ان شاء الله نواجهوا هذه المشاكل في هذه السنوات وسوف نتطرق للمشكل دي ديال في هذا الموضوع ان شاء الله. سيد رئيس الحكومه التزمتم باستئناف الحوار الاجتماعي، هل من منهجيه ستتبعونه ومن اجنده ايضا لاستئناف هذا الحوار؟ أه الباحث في كنا في الاجتماع مع السي بن موسى والنقابات الكتاب العامون ديال النقابات التعليم تكلمنا على اللقاء ديال يعني الحوار الاجتماعي والمؤسسه ديالو وقلت لهم بانه ان شاء الله ابتداء من شهر فبراير غادي نتلاقى بالقيادات ديالهم باش نتفقوا على النموذج النموذج كيفاش غنشتغلوا باش نوجدوا هذا الحوار والمؤسسه ديالو ان شاء الله وحنا كنعتقدوا بالمناسبه بانه يعني يعني النشاط ديال النقابات والنقابات هو جد مهم بالنسبه لهذه الدوله الاجتماعيه التكريس ديالها اللي اللي يبغاها صاحب في نفس الاطار في قطاع التعليم يعني اتفاق بين الحكومه والمركزيات النقابيه الاكثر تمثيليه حول مجموعه من الالتزامات منها احداث نظام اساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومه التربويه في غضون 2022. اهم مضامين هذا الاتفاق سيدي. طيب هو اول حاجه اللي يمكن نعبر عليها من بعد هذا الاجتماع هو انه كان واحد العدد ديال النقط. اللي هما كثيرة ومتراكمة واللي يمكن تكون حاجز لواحد الحوار اللي هو أكبر وسي شاكيب بن موسى اعتبر بأنه خصو يتحرر من هذه المشاكل هذه باش يقدر يبني بواحد الثقة يعني العلاقة ديالو مع النقابة وحنا مشينا معاه في هذا التوجه ديالو وزارة المالية كذلك مشكورة مشات معاه في هذا التوجه ديالو دونك حلينا واحد العدد ديال المشاكل اللي كانت مطروحة والان غادي ندخلوا للمحطه اخرى اللي هي النقاش باش على يعني النظام الاساسي الموحد نتمنى على الله انه الناس اللي ما كانوش حاضرين لان كانوا النقابات خمسه حاضرين، مي هذوك الناس اللي ما كانوش حاضرين حتى هما يلتحقوا ان شاء الله، لانه يعني الرؤيه كاينه الوضوح كاين بغاني يشتغلوا بجديه، بغينا الحل بخص كل شيء يكون يعني في الطويل ان شاء الله باش نلقاو الحلول في المستقبل دائما بعلاقه بالقطاع التعليم شروط جديده لولوج مهنه التدريس مهي. قرار تثقيف سن المشاركه في المباريات في 30 سنه خلف ردود فعل غاضبه المعارضه ومجموعه من النقابات التعليميه اعتبرت ان اول القرار كان متسرعا يفتقد للعمق الاجتماعي ثم لم تاخذ الوقت الكافي لشرحه والظروف المناسبة لتنزيله ثالثا لم يتم إشراك مختلف الفرقاء في بلورة هذا القرار سيد رئيس الحكومة أولا شنو مرتكزات هذا الإجراء وكيف دفعتوا على ما اعتبرتموه بفعالية الشروط الجديدة من أجل إنجاح هذا الورش إذا إيه 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 سمحتوا غندخل في يعني في الشق هذا نتكلم كذلك على اصلاح التعليم اصلاح ديال ديال التعليم فيه واحد الشق اللي لوجيستيك آه يعني خصنا نجمعوا التلاميذ يركبوا في السيارات باش يوصلوا للمدرسه، خصهم يتغداوا مزيان، خاص يكونوا عندنا مدارس جماعاتيه، خص الناس خصنا واحد الكونتوني اللي هو مزيان، هذا مزيان لوجيستيك وعطيناه الامكانيات وغادي يشتغل فيه شي، لكن كاين واحد الشق اللي هو اهم هو المدخل هو المدخل الاساسي ديال يعني الورش ديال الإصلاح ديال التعليم هو استاذ ومعلم هو يعني الكفاءات هو لي ريسورس هيومان اللي كاينين فانا كيظهر لي بانه 30 عام اللي اللي تعملت كشرط لانه بغيناها نعملوها كمهنه يعني اللي بغى يدرس ماشي حيت وقعت شي حاجه اللي بغى يدرس لانه اختار انها تكون مهنه ومن الاحسن تكون هذه المهنه ديال الشاب والشاب لانه بعد اولا قريب لذاك التلميذ وتصور هذاك اليوم المعدل المعدل ديال الناس اللي نجحوا في هذا يعني في هذه الامتحانات ماشي 30 عام هو 25 عام تقريبا هذا الشاب اللي عنده 25 عام واللي غادي يتعلم بعض السنوات غادي تكون عنده الفرق ديال 10 سنين ديال 12 عام يعني هو في, في نفس في نفس الجيل من هذاك ديال التلميذ وكيف وكيفهموا احسن وهذا ولكن آه لانه بغينا الناس اللي غادي يبداوا وغادي ياخذوا يعني المعرفه الكافيه وغادي ياخذوا آه لا ميثودولوجي ياك وغادي يقراو في بعض يعني المدارس اللي هي غادي تكون آه يعني مخصصه وداك الشيء هذا كله انا نخلي الشاكي بنكوسه كيعرف هذا هذا يعني الميدان احسن مني انه نواكبوهم لسنوات نواكبوهم لسنوات باش باش يكونوا يكونوا في اخر المطاف ممتازين فكيظهر لي بانه اختيار صائب وجاب سميتو وجاب حلول وجاب الناس اللي عندهم لي ديبلوم مزيانين واللي خداو بونسيون وسميتو حنا هادشي آه ما كيعنيش انه الناس اللي ما دخلوش في هذه يعني في هذه الامكانيه الامكانيات الاخرى تسدات لا الامكانيات الاخرى حتى هي مفتوحة مفتوحه وكتعرف الدوله كتخدم تقريبا كتشغل تقريبا سنويا 45000 الف يعني ديال 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 الموظفين وكاين امكانيات يعني في القطاع الخاص اللي غادي نحركوه او الورش ديال 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 التجاره والصناعه ديال المغرب فغادي تكون امكانيات ان شاء الله نتمناهم باش ما يكونش انه لانه التعليم في المستقبل اللي بغى يدخل ليه خصو يكون عارف بانه غادي تكون مهنه من نهار الاول خصو يكون اختار هذيك المهنه ديالو إذا هذا الإجراء ستليه محطات إصلاح أخرى ستدافعون عنها بالشجاعة السياسية اللازمة بالرغم من كل الانتقادات التي قد توجه إليكم. لا هو أحنا حنا جينا باش إصلاحات والناس 8 اه اه ديال المليون للسلطات 5 المليون للسلطات على الأغلبية كلها بغات إصلاحات دونك حنا خصنا نمشيو في هذه الإصلاحات ولا رجوع على الإصلاحات في يعني في المستقبل. قبل إغلاق ملف التعليم ملف الأساتذة الأطر النظامية الأكاديمية الجوية تاركة ثقيلة من الحكومة السابقة تحدثتم عن حلول مبتكرة هل اشتغلتم على هذا الملف ما هي طبيعة هذه الحلول المبتكرة؟ وحنا تكلمنا قبيلة على النظام الأساسي الموحد ويمكن يكون من الحلول المستقبلية إن شاء الله آش غادي في هذا النظام الأساسي الموحد لأن كاين النظام ديال لي كاين هذا النظام ديال اللي كتكلم عليه يمكن نمشيو في شي حاجه اللي هي آه يعني الكل يلقى فيها آه نفسه الكل يلقى فيها الثقه ديالو نتمنى على الله انه من هنا يعني قبل من كيقولوا في الصيف يعني من هنا للصيف انه نلقاو شي نتيجه في اطار الحوار الاجتماعي اللي كيقوم به السي من موسى نمشي معك بسرعه ربما لواحد النقطه اخيره اللي متعلقه بالاوراش امام الحكومه ديالكم فهي جانب التشغيل وايضا مرتبط بجانب خلق المقاولات وتشجيع الشباب على دخول مجال الاعمال يعني بانه كان هناك برنامج انطلاقه الذي اطلقه الملك محمد السادس في اكتوبر 2019 مؤخرا كانت هناك واحد التصريحات ديال الوالي بنك المغرب يعني السي عبد اللطيف الجوهري بان نسبه الرفض عند البنوك للمشاريع كتناهز الثلث وبان البنوك يعني بالفرنسيه الجو بالجو يعني في هذه القضيه ديال ديال الانطلاقه كيفاش الحكومه ديالكم ناويه تتعامل مع هذا الملف باش تعطي واحد نفس جديد لهذا الميل... لهذا البرنامج هذا اللي هو برنامج مهم برنامج انطلاقه اولا برنامج انطلاقه انا يمكن نقول لك بانه هو برنامج ناجح لانه تقريبا 26 الف مقاوله واخده الفينونسمون من هذا الانطلاقه هو دابا الان 90% من الهدف اللي هو مسطى هذا شيء جد ايجابي بالعكس حنا كنقولوا بانه هذا البرنامج اللي غادي يفضي يعني غادي يسالي من هنا سنه، هذا الاخير ديال هذه السنه هو برنامج مهم لدعم المقاولة وكنتمناو انه تكون نقاش وحوار و... وان شاء الله يعني الوقوف ديال صاحب جلاله باش هذا البرنامج مازال يستمر يعني في السنوات المقبله وكاين برنامج كذلك الاخر اللي هو برنامج ديال اوراش برنامج اوراش السيد آه. رئيس الحكومه وخمسين ألف فرصة شغل في غضون سنتين مازال هناك تساؤلات حول كيفية تنزيل القطاعات والفئات المستهدفة الأولوية لما ستعطى أولا هذا 250 هي على سنتين غادي توظف في الجهات في الأقاليم كلها كل إقليم غادي يكون عنده لا دوتاسيون ديالو غادي يشتغل فيها 20% كتمشي للجهات كتعطى الجهة كتعطي واحد لابريم ديال 1500 ديال الدرهم باش أي واحد غادي يشغل يعني مغربي على 24 شهر على الاقل انه يمكن ياخذ هذيك 1500 درهم يعني شهريا هذا الشيء باش نعاونوا وتشريك وكاين 80% كتمشي للاشغال متوسطه مؤقتة. ومؤقته والكبرى وهذا واحد غادي يجي غادي يخدم خمس شهور واحد غادي يجي يخدم سبع شهور واحد عام واحد ست شهور واحد شهرين ليسونسيال انه هذا الشباب وما كاينش ما تطلبوا منه لا يكون لا قاري ولا ولا مهيلات. عنده ديبلوم ولا هذا ولا هذا مغربي تقاس بالكوفيد أو تق... يعني بالكونسيكونس يعني بالكونسيكونس بال... يعني بال... ديال الكوفيد او لا ديال الكوفيد او لا مشى ليه الشغل ديالو او لا اول مره باغي نشتغل هاد بغينا نعطيو الذوق ديال الخدمه لهاد المواطنين باش يعرفوا شنو هو الشغل وهذا ويبداو يتحركوا ويمكن غادي يمشيو ان شاء الله يقلبوا اكثر وتكون امكانيات ويتعلموا وبلي غادي يوصل غدا دا خمس شهور ست شهور عند واحد المشغل غادي يقول لي انا بدات او غاش وخدمت وعندي واحد لاتيستاسيون ديجا حتى هي هذه سيت في المستقبل اذا هي يعني جوج المليار و جوج المليار و 250 و مليون ديال الدرهم سنويا اللي غادي نقوموا بها وهذا وغادي يمشيوا بالسميك وعندهم لا سي ان كذلك يعني هذا شيء جد مهم للمستقبل هل هي حلول مرحلية انتقالية في انتظار تعافي الاقتصاد الوطني في أفق خلق شغل. مناصب شغل قارة شوف اه احنا 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 عايشين في واحد الاشكاليه ديال البانديمي حتى واحد ما عنده الساوت باش يحل المشاكل كلها ولكن خصنا خصنا ندعموا ونعطيوا الامكانيات للمواطنين باش يعاود السوق يعاود يتحرك باش تعاود يعني العرض لا دوموند الطلب حتى هو يعاود يتحرك والناس تعاود تخدم والناس تعاود تشوف شويه ديال الثقه بيد ان شاء الله الحركه الاقتصاديه نبداو نحركوها ماشي غير الشيء اللي دانا دانا دابا ملي كنقولوا عطينا غادي ال الديون للشركات اللي عندهم تي في هذيك الديون ديالهم 13 مليار ديال الدرهم اللي خصها ترجع لهم عطينا 5 مليار ديال ديال الدرهم في اخر السنه والباقيه غادي نعطيو في هاد الثلاث شهور هذا شهور اللي, اللي كاينه ماشي ماشي غير هكاك باسكو بغينا تكون عندهم السيوله ما ياخذوش الكريدي ويمشيو يخدموا ويمشيو يطلبوا يعني آه انهم يديروا استثمارات ويتحركوا ويخدموا مع الناس حنا دايرين دابا الحكومه يعني عامله الدوله عامله مجهود كبير من عند يعني مع فهاد الشيء ديال الشغل وكنت من نوع الله أنه إن شاء الله هاد لي سينيو وهادو يقبلوا يتقبلوهم الناس ويرجعوهم لنا واحد العدد ديال العود ديال الشغل المواطنين المغاربه استاذ زاخ مش معاك معك الشق السياسي والمحور السياسي يعني الوقت كده من الوقت يمر بسرعه نبدا معك بالانسجام الاغلبيه الحكوميه يعني بانكم انتم في الحكومه السابقه اللي انتم كنتوا كحزب التجمع طيب الحريري كنتم عضو فيها، كنتم كتلوموا الحكومه السابقه بانه في عدم انسجام، عدم انسجام المكونات ديالها، الان تمثلت ثلاثه الاحزاب في الاغلبيه. شاهدنا في البدايات بدايه الحكومه بعض العلامات عدم التماسك والانسجام بالحكومة الحكومه، يعني كاين واحد التصريحات بعض البرلمانيين عدم الظهور ديال بعض الوزراء للدفاع عن وزراء اخرين في اللحظات مثلا ديال الازمات، واش ما طحتوش وما سقطتوش في نفس الشيء اللي كنتم كتلوموا فيه الحكومه السابقه اللي هو عدم انسجام بين المكونات شوف انا انا هذا الشيء اللي تكلمتي عليه عانيت منه عانيت منه سنوات فاش كنت وزير فاش كنت وزير عانيت منه وكنت رئيس حزب لانه كيبغيوك تشتغل ولكن آه يعني كاين حزب والباقي احنا اليوم آه يعني عندنا نموذج يعني نموذج اخر انه كاين ثلاثه الاحزاب اللي جابت الاغلبيه واللي جابت تقريبا 70% من لي بوز ديال البرلمان واللي, واللي يسمح لي هي ساجمة رغم ما يقال هنا وهنا ولا هذا ولا هذا كانوا بعض التصريحات ديال البرلمانيه منتقده الحكومه كان تصريح كان ديال احد الاصدقاء اللي هو السي ديال. ديال صاحبي مم. وراجل, مم. طيب مم. وراجل طيب وهذا مم. واللي عطى الراي ديالو في واحد الموضوع في الاول هذا ولكن من بعد كانوا نقاشات وكان هذا وجلسنا الكل متجه في دعم هذه التجربه الحكوميه لأنه هي الجايبه ديال الجميع حنا ما غاديش حتى واحد ما انا انا غادي غادي نوقف باش حتى واحد ما يجبد له يعني الزاويه عنده كل شيء خدام كل شيء في المستوى عندنا كفاءات حكومه منسجمه الناس باغا تخدم باغا باغا تعطي النتائج وكنشوف بانه داخل يعني الاغلبيه كاين واحد التنسيق اللي هو جدي وعملنا كذلك الاتفاق ديال الاغلبيه ما تسنيناش عام باش نديروا بعد اشهر هذاك الميثاق جد مهم ما كيظهر لي بانه إحنا في الدور ديالنا وكنلعبوا الدور ديالنا رغم ما يقال هنا ولا هناك ولا زعما بكل صراحه لو كنت عندي شي حاجه كنحس بها انا كنشوف داخل الحكومه كنشوف الاغلبيه لو كنت عندي شي حاجه كنحس بها انا الاول نكون متضرر لان عانيت وما بغيتهاش ما بغيتش الوزراء يحسوا بهذا الشيء وما بغيتش الاحزاب الاخرين اللي غاديين معنا محسوسين، آه، وهبي يقوم بدوره آه، رجل طيب كيتعامل بشكل ايجابي مع مع الحكومه، السينيزار يعني رجل مسؤول طيب حتى هو كيتعامل بمسؤوليه، انا كيظهر لي ما،, ما عنديش انا ما عنديش اشكاليه كنشوف هذه الاشكاليه عند بعض الصحف كيتكلموا عليها ولكن هذاك شغلهم. الحكومه اكدت ان ميثاق الاغلبيه يتضمن لاول مره الانفتاح على احزاب المعارضه. بغينا نعرفوا كيفاش يتم ترجمه هذا الانفتاح. أه نقول لك يعني احنا الانفتاح أه الاحزاب ديال المعارضه اللي باغا تشتغل معنا اولا يعني داخل البرلمان الاخوان كيتعاملوا معهم يعني ايجابيا. كذلك حنا كنستمعوا لهم لانه حنا من بعد ما ولينا حكومه حنا حكومه ديال الجميع يعني اغلبيه ومعارضه وبكل صراحه يعني حنا مثلا في هذا الاخير طلبت منهم بعض الاسماء لان كاين واحد العدد ديال ديال يعني المجالس اللي غادي تكون وداك الشيء حتى هما طلبت منهم الاسماء باش يجيبوهم اي حاجه خصنا نستشروا معاهم ولا نتكلموا معاهم او حتى هما يساهموا ولا ساهموا بالاطو ديالهم ولا هذا غادي نكونوا موجودين لان عندنا يعني علاقات يعني طيبه جاءت الظروف ان مثلا الاتحاد الدستوري والحركه الشعبيه والاتحاد الاشتراكي يكونوا في المعارضه هذه جاءت الظروف لانه المواطن ده واحد التصويت اللي هو كان واضح اما هما اصدقاء ديالنا واشتغلت معهم يعني على 15 عام هذه وانا كنشتغل وعندي علاقة معهم طيبه وكيلعبوا الدور ديالهم هما لاعبين الدور ديالهم يعني متمرين في المعارضه وكيمارسوها في احسن الظروف. سيد رئيس الحكومه الا يخلق المشهد السياسي الحالي نوعا من لا توازن داخل المؤسسه البرلمانيه مما قد يضعف الادوار الرقابيه للمعارضه داخل المؤسسه التشريعيه. وحنا شنو هو ال... شنو هو المشكل ديالنا؟ حنا الناس اللي صوتوا. الناس صوتوا ب بت... يعني تصويت واضح يعني الانسان عاوتاني خصو يحترم يعني الديمقراطيه فيها الصوت الصوت ديال المواطن خذا واحد الاختيار اللي هو واضح ما يمكنش نقولوا ليه لا واش غادي نمشي انا نخلي اللي جا الثاني والثالث وبغاه المواطن ونمشي لعند الرابع والخامس واش كنتي كتنتظر النتيجه ديال حزب العداله والتنميه في الانتخابات الاخيره كنتي كتنتظر هذيك النتيجه لا انا ما كنتش كنتظرهم يكونوا هما الاولين والثاني من بعد يعني بكل صراحه يعني يعني النتيجه ديالهم هي هي مفاجاه ديال المواطنين شبكات التواصل الاجتماعي اضحت فضاء رحبا لممارسه نوع من المعارضه الافتراضية بين قوسين وأنتم راهنتم في الحملة الانتخابية ديالكم على شبكات التواصل الاجتماعي كيف تتفاعلون مع كل النقاشات الدائرة في المنصات حول العديد من القضايا سيد رئيس الحكومة أنا فريق اللي كيتابع المستجدات ديال هذا الشيء هذا كله وكان نشتغلوا كان بعدا اش وقع كاين بعض المسائل اللي هي جديه وكاين المسائل اللي هي احنا مولفينها يعني التعامل معها والحكومه لان بعدا على المثال عطات الانطلاقه ديال داك موروكان جوف اللي هو واحد لا بلاتفورم يعني ديال الشبكه الاجتماعيه باش تعطي جميع المعلومات هي ما هي ما غاديش دير لا بروموسيون ديال الوزراء غادي تتكلم على العمل ديال الوزراء وغادي تشرح للمواطنين اش كدير الحكومه مدام السياسي نتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي يعني بان الانتخابات الثامن شو تنمر عطاتنا واحد النخب برلمانيه جديده والان وجوه جديده في الحياه السياسيه وفي البرلمان وفي مجلس النواب والمستشارين الان كنشوفوا بان وسائل التواصل الاجتماعي ولات مليئه بالفكاهه والتندر حول البرلمان الحالي اللي كرتكب اخطاء في قراءه الاسئله اللي مرتبك اللي يطرح سؤال بواحد الطريقه انشائيه واش ما كاينش مشكل حالي في البرلمان المغربي وفي مستوى المستوى ديال دي واحد جزء من المنتخبين مما يقدر يكون عنده واحد التاثير على النقاش وعلى جوده الحياه السياسيه في المغرب واش هادشي ما خلقش الان مشكل هذوك الصور ربما اللي كنشاهدوا بطبيعه بدون تعميم بطبيعه الحال عند بعض من البرلمانيين الجدد. سي الطوابي اين هو المشكل؟ هاد الناس اللي كتكلم عليهم بغاوهم الناس وصوتوا عليهم هما اللي جابوهم البرلمان. راه ما جابوهمش باش يبدلوا الوجه ديالهم ما جابوهم كيفاش عاملين يمكن يكون شي تيك باك في الاول انا نهار الاول اللي طلعت للبرلمان كوزير واحد لا فامي سيون شويه كنت متسابك كنت متسابك سي نو سي نورمال سي نورمال ما عرفتيش في جاي وباش غادي يبداو غا بك وكي غيكملوا بك وكذا ولكن هاد الجايبه كتجي انا متيقن بانه هاد الشباب وهاد الشابات وهاد الناس كلهم اللي كاينين غادي يخرجوا اسبوع في الاخر ديال هذا وغادي تشوف انا انا بعطات كان كنقولها للاخوان اللي معنا احنا داخل الحزب ولا علاش كتقرأوا ما تقراوش هذاك السيد اللي كان كيرتبك عرفتك بعدا انت انا متيقني الا الا قبتك انت ولا انا ما تسكتوش بلا ضهر ايا دا <applause> دا ويتكلم وعنده افكار واضحه وعنده هذا مشى قرا بون هذاك شغله ولكن كيظهر لي بانه عندنا محامين عندنا اساتذه عندنا مهندسين عندنا ريكوميرسون، كوميرسون عندنا رجال الاعمال عندنا بلي كتشوف اليوم اليوم الصورة الصوره اللي كتشوفها في التلفزيون ديال البرلمان كتشوف وجوه اللي كتمثل المغاربه واخا نمشي معكم بالسرعه ورغم بان الموضوع فهو مهم فهو قضيه السياسه الخارجيه حيت شاهدنا بان الرغبه الحاليه ديال المغرب والحركيه ديالو من اجل تعديد الشركاء والحلفاء سواء في اسيا اوروبا امريكا كيفاش كتشوف هذه الحركه الدبلوماسيه للمغرب واش عندنا ما يكفي من اوراق في واحد العالم اللي هو متحول بشكل مستمر شوف آه اللي بغى يخدم مع المغرب في سياسته الخارجيه خصو يعرف جوج حوايج وقالهم سيدنا الله ينصو في خطاباته الوفاء والطموح يعني الا كنتو كاين الوفاء بين المغرب وبين دوله راه يمكن يكون طموح ويكون طموح كبير باش يمشيو جميع في واحد العدد ديال يعني المشاريع وواحد العدد ديال التكتلات في المستقبل وداكشي كله. والطموح وهذا الوفاء خصو يكون كذلك, كذلك في القضيه الوطنيه باش تكونوا واضحين. هي القضيه ديال الصحراء القضيه الوطنيه ديال الصحراء خص يكون الوفاء. دوك اللي فهم هاد الشيء وواكبوا واحد العدد ديال الدول راحنا الان يعني كنشوف وزاره الخارجيه كتقوم بواحد يعني لاكسيليراسيون واحد التسريع ديال العلاقات. اللي باقي ما فهمش هاد الشيء راه ياخذ وقته باش يفهموا في المستقبل. سيد رئيس الحكومة تحويلات مغاربة العالم بلغت رقم قياسي 100 مليار درهم سنة 2021 ربما أهم الأرقام هي الرمزية رمزية الارتباط بالوطن خصوصا أن هذا الارتفاع القياسي جاء في أوج الأزمة الصحية اللي تضرب اقتصاديات بلدان الإقامة لكن في المقابل أفراد المغربية عندهم مجموعة من الإنتظارات لعل أهمها التمثيلية السياسية التي طال انتظارها والتي تعد مطلبا ملحا لفئات واسعة من الجالية ما موقع قضايا مغاربة العالم أولا في البرنامج الحكومي ثم هل ستتفاعلون مع مطلب التمثيلية السياسية التي يرى البعض أنها مرتبطة بإرادة سياسية أكثر من فراغ قانوني هو جينا حتى الأخير لحظة قبل الانتخابات وقلنا خصنا نشوف التمثيل السياسية ولكن داكشي خصو دراسة وخصو لوجيستيك خمسة مليون ديال البغابة اللي كاينين في الخارج وخصو إمكانيات وخصك تعرف وفين كاين كي كل حاجه فين كاينه ها دونك هادشي خصو يتوجد على الرغم من ذلك جينا وقلنا بانه الى الى كانوا بعد الـ يعني لي بلس يتعطاو الاحزاب الى كانوا منتخبين اللي جاو من سميتو بحال حنا في النساء في اللائحه النساء عملنا واحد السيده من اسبانيا هي اللي يعني كتمثل الجاليه ومن طون كتمثل الجهه الشرقيه وكاين الاحزاب الاخرى حتى هما كل واحد كل واحد اش ولكن انا كيظهر لي بانه لازم من دراسه من دراسه اللي هي كبيره باش نشوفوا الامكانيات اللوجستيكيه نشوفوا التوجه نشوفوا واحد العدد ديال الحوايج باش الا كانت شي يعني امكانيه الخمس سنوات المقبلة تكون إمكانية ناجحة إن شاء الله. استاذ أخ مش بأنه آخر أسئلة لنا تجاوزنا شوية الساعة بطبيعة أه الحال. كنت وزير لمدة تقريبا 14 سنة ومع رؤساء حكومة اللي هما مختلفين الآن أنت رئيس حكومة شنو اللي كتغير؟ ما بين الوظيفتين ما بين وظيفة وزير يعني وزير في بأنها هي وزارة مهمة وبأن الوظيفة ديال رئيس حكومة وكيفاش كتكون الحياة اليومية ديال رئيس حكومة هو واحد الحاجة ما تبدلاتش هي الحمد لله أن بلادنا دولة مستقرة ودولة كبيرة تحت القيادة ديال صاحب جلالة أه كنت وزير وليت رئيس الحكومة هذه ترقية دستورية ولكن جات عن طريق الاقتراع أه يعني الطريقة ديال الاشتغال كتبدل لأنه قبل عندك دي دوسي كتبشرهم ديريكتومو اليوم أنت تشتغل مع حكومة ومع وزارة والنجاح ديال رئيس الحكومة واش قادر يحرك يعني الفريق ويشوف يعطيه الاهداف ديالو ويشوف النتائج ديالو ويتحرك معاه ويكون في جنبه في الاوقات الصعبه لان الاوقات الصعبه غادي تكون وكذلك الا ما عجبته شي حاجه يقولها ليه فهذا هو اللي غادي يخلي انه واش يمكن يعني تكون حكومه ناجحه حكومه هو حقيقه جايه من 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 انتخابات ديال 8 سبتمبر وجابت نتائج اللي هي جد مهمه ولكن حنا دخلنا في واحد المسار اللي هو ديمقراطي مؤسساتي يقوده صاحب الجلاله باش نكونوا يعني نكون اخنوش انت رئيس حكومه ولكن راك ايضا رئيس المجلس الجماعي لمدينه اكادير واش هذا الجمع ما بين هذه الوظيفتين واش ما كيخلقش مشكل واش ماشي من الاحسن بانه التفرغ لوظيفه واحده كنعرفوا بان وظيفه رئيس الحكومه راك تاخذ وقت كثير هل قد تكون يعني مهمة على حساب اخرى لا إذا آه الا سمحتوا هذه نقطه نقطه مهمه بعدها هاد الناس اللي جاو كيطيحوا هذا الشيء دابا يعني حتى دازوا الانتخابات كانوا يطيحوا هذا الشيء قبل الانتخابات لانه ما كانوا طامعين يكونوا في المدن ويكونوا وزراء ما طاحوا هذا الشيء حتى من بعد لانه لي غيك دي جو يعني قواعد اللعب كا كانت باينه في الانتخابات دونك حنا نهار اللي مشينا عند الناس انا فاش ترشحت انا ما ترشحتش في البرلمان انا ترشحت للجماعة ديال اكادير الناس عارفيني جايين جاي الجماعة ديال اكادير جاي باش نخدم الاكاديريين ونخدم سواسا ونخدم المنطقة ديالي عارفين آه عارفيني بانه انا ذاك عندي حدود كبيرة يعني يعني الحزب ديالكم في فوز الانتخابات آه الحزب ديالنا عنده حدود كبيره باش نكونوا في المواقع الاولى لما الثاني ما كناش في الاول نكونوا في الثاني دونك يمكن نكونوا في الحكومه عارفين هذا الشيء ولكن اختارونا لانه قالوا بانه يمكن ان تبدل بزاف ديال الحوايج فهذا وحنا عينا من واحد السنوات ديال التدبير اللي ما كناش كنبغيو هكذا دونك حنا يعني اختيار ديال المواطن كنحترموه و.. وانا يعني كنت رئيس الجهه وكنت في الحكومه وهذا ولكن المهم هو الكيفيه ديال العمل هو يكون عندك فريق اللي يتابع لك الانشطه ديالك وانا عندي فريق اللي هو الحمد لله يتابع هذه الانشطه اكادير يعني مدينه كتتحرك ونقول نقول لك الناس في مراكش وحانين فاطمه الزهراء يعني مش ماشي حال ديالك لا الناس ديال مراكش فرحانين فاطمه الزهراء المنصوري والناس ديال تاودان فرحانين بوابي واللي ما فرحانش كان يقول هذا الشيء قبل الانتخابات في البدايه سيد رئيس الحكومه طلبنا منكم عنوان ل 100 يوم من عمر الحكومه الان كنطلبوا منك عنوان للمرحله المقبله شوف حنا بغينا نكونوا حكومه ديال التنميه ان شاء الله خصنا نحلوا المشاكل ديال الشغل، خصنا المشاكل ديال الصحة، نحلوا المشاكل ديال الصحة والمشاكل ديال التعليم هذو دوم الأولويات، والإدارة يعني يعني الإدارة الرقمنة ديال الإدارة ولا ريفورم دو ساسو، كاع داك اللي يمكن كيعاني منه المواطنين، جاء جاء الوقت الآن الحمد لله تحت القيادة ديال صاحب الجلالة، باش نبدلوا الأمور، باش نسرعوا الأوراج ديالنا، ونتسرعوا التطبيق ديالنا و ونتمنى على الله انه جميع التقييمات اللي تكون في المستقبل ما تكونش تقييمات ديال الانطباع تكون تقييمات ديال النتيجه وبغينا باش تكونوا في الموعد ديال النتيجه ان شاء الله وصلنا نهاية البرنامج يعني تكلمنا على مجموعه من الامور تكلمنا على ال يوم الاولى تحدثتي على يعني ال يوم ديال الحكومه كيفاش عشتوها مجموعه من التدبير ديال مجموعه ديال القضايا المتصله بها يعني خصوصا تدبير جائحه كوفيد 19 تكلمنا ايضا عن مجموعه من الاوراش الاقتصاديه والاجتماعيه التي اطلقتها الحكومه وتنوي اطلاقها يعني سواء كان في الرعايه الاجتماعيه في الصحه في التعليم في لحب مجموعه ديال الامور وايضا في نهايه البرنامج تكلمنا هذا البرنامج الخاص تكلمنا عن مجموعه القضايا السياسيه المتعلقه بطبيعه الحال بالحكومه وبالاغلبيه ايضا مجموعه ديال الاجابات على القضايا التي يطرحها الراي العام الوطني. في الختام نشكركم سيد رئيس الحكومه على كل هذه المعطيات وعلى سعه صدركم والشكر موصول ايضا لك عبد الله مشاهدينا الكرام نشكر لكم طيب المتابعه في امان الله.